الجماهير على أرض زراعية رمضان، وقد أذن المغرب. فنزلت الأرض وأتيت من زرعها، وهذه الأرض ليست لي، وأنا بعيد عن بلدي، فهل صيامي مقبول؟ جزاكم الله خير. إذا مر الإنسان بزرع أو أي ثمر، فله أن يأكل منه بثمرته، ولا يأخذ منه شيئا يستحمل يومه، لا بأس بما يأكله حال مروره، ويتناول من الثمر أو من الزرع، ولا يحمل معه منه شيء، إلا إذا كان هذا الزرع محصنا أو عنده حارس، فإنه لا يأخذ منه شيئا، أما إذا كان هذا الزرع غير محصن، أو ليس عنده حارس، فلا بأس أن يأكل الإنسان الماء إذا مر به، من غير أن يتخذ معه شيئا منه يستحمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، من غير أن يتخذ حبله، يعني يتخذ معه شيئا منه يسحبه معه. جزاكم الله خيرا.